السلام عليكم. إذا تحية لتلاميذنا الأعزاء وتلميذاتنا العزيزات في ربوع الوطن. دائما مع دروس الجغرافيا لمستوى الجذع المشترك العلمي، اليوم مع الدرس الثاني في المحور الثاني للمجزوءة الثانية في إطار البيئة بين التوازن والاختلالات. إذا المحور الثاني الذي يتحدث عن مجهودات الإنسان لحماية البيئة، تطرقنا لدرس سابق كان حول التدابير التشريعية والتقنية. اليوم ننتقل إلى نوع آخر من التدابير وهو التدابير التربوية. إذا عنوان هذا الدرس هو الإجراءات والتدابير التربوية، وقد حددنا له الأهداف التالية. أولا، تحديد مفهوم التربية البيئية وتفسير الاهتمام بها. بعد ذلك سنتبين أهم المبادرات الدولية الرامية إلى إدماج التربية البيئية في المناهج التربوية، ثم رصد أسس التربية واستراتيجية تنفيذها داخل المدرسة المغربية وخارجها، وعلى المستوى الوجداني أو السوسيوعاطفي سوف يعني نقصد أو نستهدف تقدير أهمية التربية البيئية في تنمية الوعي البيئي. إذا هذه الأهداف سنؤجرئها، ولكن انطلاقا من تقديم إشكالي، لدينا نص حول توصيات البرنامج الدولي. يقول هذا النص: إن أعضاء الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو والأنظمة أي المنظمات الأخرى صاحبة الشأن ستتخذ بعد الاستشارة والاتفاق المشترك الإجراءات الضرورية لوضع مشروع تربوي دولي للتعليم. وهذا المنهج مدرسي وغير مدرسي متعلق بالبيئة، ويتناول جميع درجات نقصد بها مستويات التعليم، كما أنه يتوجه إلى الصغار والكبار للتعرف على العمل البسيط الذي يمكن اتباعه لإدارة وحماية بيئتهم. إذن هذا النص يتحدث بأن العالم بأسره أصبح مقتنعا بضرورة إدماج دراسة البيئة في المناهج التربوية التعليمية، سواء في التعليم في المدارس أو خارج المدارس، وهذا ما يسمى بالتربية البيئية. إذا كتقديم إشكالي نستخلصه من هذا النص ومن السياق العام، تعاني البيئة من عدة مشاكل ساهمت في استنزافها وتدمير مكوناتها، وبالتالي حدوث اختلالات في عناصر المنظومة البيئية. وفي ظل هذه الوضعية أصبح من المفروض الاهتمام بالمنظومة البيئية عبر إدماجها في المناهج التربوية وتنمية حس المحافظة عليها. كتساؤلات سنجيب عليها طبيعة الحال أثناء هذا الدرس: ما هي التربية البيئية وما هي أهدافها؟ ما طبيعة المبادرة الدولية الرامية إلى إدراجها ضمن المناهج التعليمية؟ وما هي مداخل التربية البيئية ضمن المناهج التربوية بالمغرب؟ إذن بالنسبة للنشاط الأول، عنوناه التربية البيئية والمبادرات الدولية الرامية إلى إدماجها ضمن المناهج التربوية. من خلال المحور الأول سوف نحدد ماهية التربية البيئية. ننطلق من هذا النص الجغرافي الذي يقول: لقد أصبحت التربية اليوم أو التربية البيئية اليوم من الأمور الحيوية والأساسية في إرساء الأخلاقيات البيئية على المستويين المحلي والدولي. فالتربية البيئية هي تنمية الشعور والقدرة الحسية والسلوكية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال الوعي المدعوم بالأسس العملية بالمخاطر والآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئية. إنها عملية بناء الوعي أو الضمير البيئي. إذن هذا النص يمكن أن نستنتج منه مفهوما شاملا للتربية البيئية على الشكل التالي: إذا التربية البيئية هي تنمية الشعور والقدرة الحسية يعني الوجدان الخاص بنا، ثم السلوكية سلوكات بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، وذلك من خلال الوعي المدعوم بأسس علمية، يعني العلم هو الذي يوعينا بالمخاطر التي باتت تهدد البيئة، والآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئية. إنها عملية بناء الوعي أو الضمير البيئي. إذن ما دام الإنسان هو المسؤول عن تدمير البيئة، فهو في نفس الوقت هو المستهدف لكي يصبح واعيا بأهمية الحفاظ على البيئة، ونسطر هنا على كلمة الضمير البيئي. بعد بناء المفهوم دائما في إطار نشاطنا الأول، سننتقل إلى أهداف هذه التربية البيئية.
سنتطرق إليها من خلال خططا. أول أهداف التربية البيئية كما حدد في مؤتمرات سابقة وخاصة المؤتمر تبليس الذي عقد بجورجيا هي بيئة سليمة، أي حق الجميع في العيش داخل بيئة سليمة ومتوازنة. الهدف الثاني البيئة مسؤولية الجميع، وبالتالي تنمية الإحساس بمسؤولية الأفراد والجماعات في حماية البيئة. هدف آخر الوعي البيئي من خلال خلق وعي بيئي يعزز دوافع المشاركة الفاعلة في النشاطات البيئية. ثم هدف آخر وهو ما يسمى بالمواطنة البيئية، أي تنمية القيم وغرس الأخلاقيات البيئية التي تعزز مفهوم المواطنة البيئية. إذن هذه الخطط توضح لنا أهداف التربية البيئية باختصار، ويمكن أن ندونها بطبيعة الحال في الأثر المكتوب. بالنسبة للمحور الثالث من هذا النشاط عنوناه المبادرات الدولية الرامية إلى إدماج التربية البيئية ضمن المناهج التربوية. سننطلق من نص جغرافي يتحدث عن إرهاصات، يعني البدايات الأولى للتربية البيئية. يقول الاهتمام بالتربية البيئية لم يظهر جليا إلا بعد مؤتمرات الأمم المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، وخاصة مؤتمر البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 الذي تمخض عنه تأسيس وكالة متخصصة لشؤون البيئة سميت باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أصبح لها فروع مختلفة في العالم، وجعلت التربية البيئية محور عنايتها ومرتكز نشاطاتها تلبية للمطالب الدولية الداعية لتكثيف الجهود محليا وإقليميا ودوليا، وذلك من أجل المحافظة على البيئة وتنميتها ومكافحة كل أشكال الاستغلال البشع وغير الرشيد لموارد الأرض الطبيعية وفق تدخلات الإنسان الضارة بتوازن البيئة الطبيعية. إذن يظهر هنا بأن التأسيس الفعلي للتربية البيئية من خلال هذا النص جاء مع مؤتمر ستوكهولم الذي عقد سنة 1972 بالسويد. هذا المؤتمر سيكون كإرهاص أو كبداية لمؤتمرات أخرى ستساهم في تأسيس للتربية البيئية. فإضافة إلى مؤتمر ستوكهولم جاء مؤتمر بلغراد في يوغوسلافيا سابقا دائما في السبعينيات خلال 1975 ليصادق على البرنامج الدولي للتربية البيئية الذي وضعته منظمة اليونسكو. بعد ذلك جاء مؤتمر عقد في جورجيا مؤتمر تبليسي، ويعتبر من أهم المؤتمرات. لماذا؟ لأنه حدد أهداف التربية البيئية. أخيرا مؤتمر سالونيك اليونانية والذي شجع المدارس على ملائمة برامجها الدراسية لمتطلبات مستقبل قابل للحياة. إذن ما نستخلصه من خلال يعني هذا المحور هو أنه تم عقد من طرف طبيعة الحال منظمة الأمم المتحدة عدة مؤتمرات حول البيئة انطلقت في السبعينيات، أهمها هذا المؤتمر مؤتمر ستوكهولم الذي عقد سنة 1972 والذي كان له تأثير عالمي كبير على مستوى ترسيخ التربية البيئية. هذا المؤتمر إذن تبلور بشكل أكبر في مؤتمرات أخرى، وهذه المؤتمرات ساهمت طبيعة الحال في بلورة التربية البيئية وإدماجها في المنظومة التربوية، وخاصة المؤتمر أشرنا إليه مؤتمر تبليسي الذي وضع إطارا عاما للتربية البيئية وحدد أهداف التربية البيئية التي تطرقنا إليها. إذا نكون هنا قد انتهينا من النشاط الأول، والذي بطبيعة الحال كان الغرض منه هو أن نحدد مفهوم التربية البيئية، وحددنا كذلك أهدافها، وبينا يعني دور العالم في تأسيس هذا المفهوم الجديد اللي هو مفهوم التربية البيئية. انطلقنا من مؤتمر ستوكهولم وركزنا أكثر على مؤتمر تبليسي بجورجيا الذي حدد أهداف التربية البيئية.